هناك أناس باعوا أنفسهم للشيطان، وهناك فرسان يبيعون أنفسهم للأوطان. الفرق بين هؤلاء وأولئك شاسع وكبير. معنا اليوم أحد الأبطال الذين يدركون قيمة الانتماء لوطن اسمه مصر. سطر البطل ورجاله ملحمة تهتز لها المشاعر وتقشعر لها الأبدان. خاض البطل ورجاله هذه المعركة حتى لا يدنس الإرهابيون الجبناء جثمان أحد الشهداء. من حق مصر أن تفخر بأن لديها رجالاً مثل هؤلاء، مع المقاتل البطل المقدم أركان حرب محمود علي عبد هلال. تمام يا فندم. مقدم أركان حرب المقاتل محمود علي عبد هلال. أنا فندم من الضباط اللي ربنا أنعم عليهم بالخدمة بقطاع تأمين شمال سيناء، وتوليت منصب قائد كتيبة. وأثناء خدمتي بالقطاع شرفت بقيادة أبطال كتير، منهم الشهداء والمصابين، ومنهم اللي لا يزال يقاتل بشرف وبطولة في ميدان المعركة. الأبطال دول يا فندم إدوا الوطن كل شيء، ومش عايزين منه أي شيء غير إنه يكون آمن ومطمئن. الأبطال دول خاضوا معارك كتير، ومن المعارك دي هتكلم النهاردة يا فندم عن معركة كان بطلها الشهيد البطل المقاتل شريف محمد عمر. واللي استأذني يا فندم في صباح يوم 16/3/2016 لتفتيش أحد الأماكن لأنه لاحظ فيه بعض التحركات للعناصر الإرهابية. أذنت للبطل بالخروج، وكان قرار البطل أنه يخرج بدوريته مترجلة عشان يمنع أي مراقب من اكتشاف الدورية. وبالفعل يا فندم وصل للمكان المستهدف بدون ما يشعر بيه أحد. بمجرد ما وصل اشتبه في أحد البيوت، فأمر أبطاله أن يؤمنوا البيت من بره وعلى مسافة التأمين كبيرة علشان لو حصل أي حاجة لا يصاب أي بطل منهم بأذى، وراح هو يواجه الخطر لوحده. دخل البطل البيت، ومع التفتيش اكتشف مخزن كبير للعبوات النسفة. بلغني بيه، وكانت أوامري للشهيد اخلي المكان حالاً وارجع على كمينك واستهدف البيت ده بالنيران شديدة الانفجار. قال لي تمام يا فندم. في الوقت ده يا فندم كان في 2 ستات بيحوموا حوالين البيت، كانت قوة التأمين متابعاهم. الاتنين ستات دول بمجرد ما خرج شريف من البيت حاول أحد الجنود إنه ينتج نيران تحذيرية عشان يبعدهم عن المكان. نده عليه الشهيد البطل وقال له نزل سلاحك ما تخوفهمش. الاتنين ستات دول يا فندم دخلوا بيت مجاور على مسافة 50 متر، وقبل ما يخلي البطل المكان انفجرت أحد العبوات النسفة بواسطة الريموت كنترول، استشهد على أثرها البطل. وحصل للبطل اللي كان بيتمناه، إنه لقى وجه ربه بدون أي راجل من رجالته ما يصاب ولو حتى بخدش. خرج من البيت ده فندم مجموعة من العناصر التكفيرية عددها يتجاوز 25، وبدأوا في تبادل إطلاق النيران مع الدورية. بلغني بيهم الملازم أول محمد مصطفى الجرحي واللي كان مع الشهيد شريف في نفس الدورية، وقال لي يا فندم بيندهوا علي وبيطالبوني بالاستسلام أو إن غادر الجثمان. وكانت أوامري للبطل اثبت يا جرحي أنا في الطريق ليك. خرجت بدوريتي يا فندم في اتجاه دورية الشهيد، وقبل الوصول بحوالي 1.5 كيلو اديت أوامري بترجل الدورية، وذلك لخطورة التحرك على الطرق الممهدة ولصعوبة الأرض. فلقيت إن وصولنا مترجلين هيبقى أسرع وأأمن من وصولنا بالمركبة، وبدأنا ناخد وثبات في اتجاه جثمان الشهيد. وقبل ما نوصل بحوالي 300-400 متر كان معايا الملازم أول المقاتل عمرو عابد عطا، وهو ضابط حديث التخرج الدفعة 109 حربية. في آخر وثبة بندى عليه بقول له وثبة يا عمرو، لقيته ما بيردش عليا، ولقيت خده لامس الأرض فاتخضيت وقلت له يا عمرو. فرد عليا البطل قال لي أوامر يا فندم.
قلت له ما تردش عليا ليه؟ قال لي يا فندم معلش في طلقة خبطت في الخوذة. قلت له طب خلي بالك يا بطل. قال لي يا فندم هو احنا جايين هنا ليه؟ احنا جايين عشان نستشهد. الله أكبر. وخد البطل الوثبة واحنا كلنا وراه. وبمجرد يا فندم ما وصلت لمنطقة جثمان الشهيد سألت الضابط الجرحي فين جثمان الشهيد وفين العناصر التكفيرية؟ فشاور لي يا فندم على مكان كان بيننا وبين العناصر التكفيرية. فديت أوامر يا فندم للملازم أول عمرو عابد والملازم أول الجرحي، قلت لهم غطوني بالنيران لغاية مزحف وشد جثمان الشهيد معنا هنا في المتأمن. وبالفعل يا فندم بدأ الأبطال في تغطيتي في النيران وبدأت في سحب الجثمان، وأثناء ذلك أصبت بطلقة اخترقت إيدي. رغم كده يا فندم وبفضل الله ما تركتش الجثمان، ومساعدة الضابط عمرو شدينا الجثمان للمتأمن. واستمر يا فندم الاشتباك بيننا وبين العناصر التكفيرية، وكانت كل طلقة بتطلع من أبطالنا بتصيب واحد منهم. وأثناء ذلك اقتربت مجموعة من العناصر التكفيرية من الجندي المقاتل البطل طه وجيه أحمد، وهو رجل صلب من صعيد مصر. قالوا له استسلم يا مرتد وإما هتموت كافر. رد البطل عليهم بمنتهى الثبات والقوة وقال لهم جيش مصر ما يستسلمش، واستمر في القتال معاهم وأحدث فيهم خسائر كبيرة. وفي الوقت ده فندم كان بدأ النزيف يشتد عليا. كان واقف جنبي الرقيب البطل مصطفى السعيد محمد. البطل ده فندم لقيته بيقلع سترة الواقية بتاعته وسترة الأفرول وبيقطعها عشان يربط دراعي من هنا عشان يقلل معدل النزيف. البطل ده فندم فضل انه يستكمل المعركة بصدره عاري ولا انه يسيب القائد بتاعه دمه يتصفى لغاية ما يموت. وأثناء الاشتباك فندم أصيب الملازم أول الجرحي بطلق ناري نافذ في الصدر، وكنت كل شوية بطمن عليه وبنده عليه، فكان بس بيرفع إيده علامة على إنه لسه حي لأنه ما كانش قادر يرد عليا. البطل ده فندم بعد ما انتهى الاشتباك وإحنا بنخليه وبنركبه الإسعاف قعد يهتف بأعلى صوت عنده ويقول والله العظيم لأرجع تاني يا سيادة رائد شريف واجيب حقك، والله العظيم لأرجع تاني يا سيادة الرائد شريف واجيب حقك. استمر الاشتباك بيننا وبين العناصر التكفيرية يا فندم. وفي الوقت ده بدأت أحرك الاحتياط القريب بقيادة الملازم أول البطل أيمن خير محمد توفيق، وأنا بشجع أيمن يا فندم وهو جاي لنا في الطريق وبقول له شد حيلك يا أيمن يا بطل زمايلك منتظرينك. رد عليا يا فندم بكلمة عمري ما هنساها وقال لي والله العظيم يا سيادة المقدم محمود لو في النار لادخلك. وبمجرد وصول البطل يا فندم بصيت على الدبابة الام 60 اللي كانت معاه، لقيت برج الدبابة غرقان بالدم، فأيقنت ان في حد استشهد معاه. قلت له مين استشهد معاك يا ايمن؟ قال لي لا يا فندم ما تقلقش ده الجند احمد بس اصيب بطلقة في رجله. ابص يا فندم على الجند البطل المقاتل احمد محمد عبد الرحمن الاقيه بياخد وثبات وبيشتبك مع العناصر التكفيريه وبيحدث فيهم خسائر ولا كانه نقطه دم واحده بس نزلت منه. وهنا يا فندم في توضيح واجب، الجندي بدل دمه نزل على برج الدبابه يبقى ما كانش محتمي درعها جوه، كان راكب فوقيها. لذلك يا فندم لما ايمن جه يزورني بعد ما خرجت من المستشفى بلومه بقول له يا ايمن اقول لك تعالى دعمنا في الاشتباك تركب ابطالنا فوق الدبابه؟ قال لي والله العظيم يا فندم انا ما ركبت حد فوق الدبابه، انا وانا متحرك وطالع من منطقه التمركز بعض الابطال اللي كانوا في راحه بيقولوا لي رايح فين يا فندم؟ قلت لهم رايح ادعم دوريتنا في اشتباك معاها، لقيتهم بينطوا فوق الدبابه، قلت لهم انزلوا من فوق الدبابه ما فيش مكان ليكم، قالوا له معاك يا فندم هتموتوا يا ابطال، قالوا له معاك يا فندم احنا مش احسن من اللي راحوا. بدأ أيمن فندم يوجه نيران شديدة الانفجار على أماكن التكفيريين، وبدأت أشلاء التكفيريين تتطاير في كل مكان. وده فندم الوقت اللي ربنا شفى فيه صدورنا، لأننا خدنا بطار شريف قبل حتى ما جثمانه يدخل تربته. أنا فندم عقب إصابتي تلقيت اتصالات كتير من قادتي ومن زملائي ومن مرؤوسيني، ولم يكن ابدا عندي اتصال مقدر زي الاتصال اللي تلقيته من ام الشهيد امي
السيدة إيمان الغريب اللي موجودة بينا النهاردة. واللي شكرتني أنا واللي شكرتني فيه وقالت لي أنا بشكرك أنت وزملائك على اللي عملته عشان خاطر شريف. وأنا النهاردة يا فندم بكرر نفس الكلام اللي أنا قلته لك يا أمي قبل كده، وبقول لك يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل عليا وعلى كل إنسان بتآمن في هذا الوطن. الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات النسفة. العبوات دي يا أمي كانت هتستهدف قواتنا وكان هيروح بسببها أرواح كتير. الشهيد يا أمي أحبط عمل كبير كانت العناصر التكفيرية بتعد للقيام بيه. يا أمي لو ما كناش عملنا كده ما كناش نبقى جيش مصر ولا كنا نستاهل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فينا إن إحنا خير أجناد الأرض. يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل والمنة. إحنا عملنا كده لأن إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبداً شهيد أو مصاب. القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت، إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة. وأي أوامر فندم؟